بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية ناصر للتنس الأرض تحييكم. النهارده هنتكلم، ودي برضه طبقا لمطالب أصدقائنا المشاهدين وأصدقائنا اللي بيتابعونا على اليوتيوب وفي الفيديو وفي الفيس، عاوزين لعبة التنس التحكيم. إيه التحكيم في لعبة التنس؟ لعبة التنس لها تحكيم خاص ولها أعداد خاصة فعلا تختلف عن بعض الألعاب الأخرى. يعني إحنا لو قلنا ماتش كورة أو كرة فوتبول أو كرة سلة، بنبدأ نقول جول أو نقول في السلة واحد اتنين تلاتة أو في السكواش وهكذا. إذا لعبتنا إحنا اللي إحنا في صددها دلوقتي في التنس الأرضي، بنكون لازم عاوزين نعرف إيه هي النقطة أو إيه البوينت أو إيه الجيم أو إيه الشوط أو إيه المجموعة. لو جينا البوينت اللي هي النقطة تحتسب عندنا، نقول 15 30، يعني 15 بعدين نقول 30 40 جيم. في حالة التعادل لما نيجي عند 40 نقول ديوس، يعني اللعيب اللي انا بلاعبه اللي هو المرسل والمستقبل عندما نوصل الى درجة احنا بين 3 3 اللي هي 15 30 40 ديوس. ديوس لازم واحد فينا ياخد كورتين متتاليتين عشان يقدر يفوز بالجيم او ياخد الشوط. طب عشان افرض ان انا اتعادل، فضلنا نتعادل نفضل ديوس ديوس الى ان فينا احد اللعيبه المرسل او المستقبل يصل الى نقطتين متتاليتين عشان يقدر يوصل الى الجيم. طيب الجيم بيتكون ازاي؟ قلنا الجيم بيتكون من النقاط اللي هي 15 30 40 60. طب المنظر ده او الشكل اللي 15 30 40 60 ده شكل الساعه. الساعه تبدا ب 15 دقيقه مثلا، ربع الساعه 15، 30 اللي هو النص، خمس المفروض نقول 45، بس عشان كلمه ديوس انه ياخد كورتين متتاليتين، خلينا الكوره كل كوره في الديوس ب 10، يبقى خد كورتين متتاليتين ب 20 زائد واخد 40، يبقى كملت الساعه 60 دقيقه. ده كان الهدف الاساسي من في بدايه اللعبه، زي ما قلنا في بدايتها في العصور الوسطى كان ماشي على هذا الوضع، ولما انتشر في فرنسا كان ماشي على هذا الكلام، ولما وصلت بريطانيا في انجلترا نفس النظام. متوارثه حتى وقتنا هذا على نفس هذا المنوال. طيب لا احنا عدينا ووصلنا في اللي قلنا 15 30 40، وعند 40 وعند 40 ديوس، ولما وصلنا كنا خدنا الجيم. طب عاوزين ناخد الشوط اللي هو عند الجيم. طب عشان نعمل الماتش بيتكون ازاي؟ الماتش بيتكون عندنا في جراند سلام بيتكون من خمس مجموعات. المطوشه في الماسترز وبعد المطوشه في كاس ديفيز او اي او او اي دوري داخل الدول في بعضها، بيبقى في دوري زي دوري كاس في فرنسا في مصر، في دوري يتلعب من ثلاثه مجموعات. المجموعه عباره عن ست اشواط. الست اشواط اللي احنا قلناها في البدايه جيم، اللي هو عند كلمه جيم يبقى ادي شواط، ياخد ست اشواط بس يكون فرق 2 4 6 5 7، يعني ما يكون في فرق 2، لابد ان يكون في فرق شوطين عشان يحصل على المجموعه كامله. طيب المجموعه لو بتتلعب من ثلاث مجموعات، اللي يحصل على مجموعتين خد المباراه، كسب الماتش. طب لما يكون خمس مجموعات، يحصل على ثلاث مجموعات خد المباراه. وصلوا اتنين اتنين بيلعبوا واحده فاينل بين بعضهم، لما يكون مثلا الماتش ده من خمس مجموعات في اي بطوله من الجراند سلام اللي هم الاربعه اللي احنا عارفينهم، رولان جاروس والبيردون واستراليا المفتوحه وامريكا المفتوحه، بيعملوا بقى بتلاقي مجموعه في النص اللي هي الفاينل بين الاثنين، بنوصل ممكن فيهم تاي بريك. التاي بريك او الكسر الارسال، نيجي نوصل ان كل واحد لازم يكون في فرق في النهايه كورتين بين اللاعب واللاعب الاخر عشان يحصل على المجموعه. اذا هنا نقدر نطلع بمعلومه ان الماتش اللي هو من خمس مجموعات لابد ان اللاعب ياخد ثلاث مجموعات، الماتش اللي هو ثلاث مجموعات لابد ان اللاعب ياخد مجموعتين. طب بالنسبه للسيدات، السيدات سواء في جراند سلام او اي بطوله في العالم ثلاث مجموعات فقط، يبقى السيدات ثلاث مجموعات فقط، اللي تاخد مجموعتين تعتبر كسبت المباراه. طيب احنا وصلنا لحد كده ايه، وعرفنا النقطه وعرفنا الجيم. طب نتدخل شويه وعرفنا ايه الماتش وعرفنا نظام الماتش يتلعب ازاي. طب في حاجه معلومه تانية اللي هي الافانتج. الافانتج دي لما توصل ايه، متقدم، تقدم نقطه عن زميله. ادام وصل اللي وصل افانتج ده ناقصته نقطه، يحصل على مثلا الشوط او الجيم. يبقى كلمه افانتج هو تقدم زميله، فاز عليه في نفس اللاعب، فاز بالنقطه التاليه التي بيلعبها فاز بها في الشوط، اذا تقدم اللاعب على زميله نقطه، يبقى نقول هنا ايه افانتج. يبقى عرفنا ان التحكيم النقطة، عرفنا الإجابة بتيجي إزاي، 15 30 40 جيم، عرفنا إن الشوط
بيتكون من هذه المجموعة النقاط اللي هو الجيم. عرفنا ان المجموعة 6 اشواط اللي هو او 6 جيم برضه نقدر نفسرها، بتبقى الستة دول اللي هو خدهم لازم يكون في فرق اتنين عشان يقدر يحصل اللاعب على المجموعة كاملة. عرفنا ان الماتش كله ممكن يبقى 5 مجموعات، الماتش كله ممكن يكون 3 مجموعات، الماتش كله للسيدات لابد يكون 3 مجموعات فقط، اما الرجال في 5 ذا جراند سلام وفي 3 زي بعض البطولات الماسترز وبعض البطولات. عموما شكرا، وان شاء الله سنتقابل في اشياء تانية. ايه مالك؟